اهلا بحضراتكم اولا، ويعني كل سنه وانتم طيبين، ويا رب تبقى سنه سعيده وتبقى الدنيا كلها كويسه. وعارف انكم هتقولوا لي ده كلام بيتقال كل سنه، هقول لك وماله، تفائلوا بالخير تجدوه، ما يجراش حاجه. بصوا بقى، الحلقه بتاعتنا وفقرتنا الاولى بالتحديد، اللي يعرفني كويس يعرف انه الفقره دي بالتاكيد هي فقره من الفقرات المحببه جدا لنفسي، جدا الى ابعد الحدود، لانه فيها مجموعه من اهم الفنانين. خد بالك من الكلمه اللي انا بقوله وحط تحتيه خطوط، من اهم الفنانين اللي عندهم قدره مذهله على تجسيد اي شخصيه، اي شخصيه، طيب، شرير، كوميدي، خواجة، الشاب الدلوعة ابن الناس الأغنياء قوي خالص، أو اللي على قد الحال. شوف، مصر طلعت مجموعة فنانين بقدر يخلي العالم كله يقف يدي انتباه. ويمكن الذكريات بتاعت جيلي مربوطة بضيوفنا الأعزاء اللي موجودين معانا، واللي ما اسعدنيش الحظ ان هم يكونوا موجودين. يا لو عليا اجيب 100 فنان موجودين جوه الاستوديو، بس انا حظي كده، على راي نجيب الريحاني، حظي كده، شكلي كده. خلوني ارحب بضيوفي الاعزاء وضيوفنا جميعا اللي طالما اسعدونا وامتعونا وابهجونا وادولنا فن رائع وجميل. استاذ فكري صادق منورنا، زي الصحه؟ شكرا. كله تمام؟ شكرا لحضرتك. شكرا. استاذنا الاستاذ ناجي سعد منورنا. أشكرك. ازاي الصحة؟ ربنا يبارك حياتك يا ربي. أستاذ قيس عبد الفتاح اللي أصر ما أقولوش قيس عبد الفتاح منورنا. أهلا 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 يوسف باشا. أولا أنا عايز أقول حاجة، أن أنا سعيد أن أنا بلتقي بيك لأنك أنت المستقبل. وبعدين عايز أقول لحضرتك فعلا قيس عبد الفتاح غير قيس. أيوه. هو قيس حاجة وقيس عبد الفتاح حاجة. قيس عبد الفتاح بتاعتنا. بتاعتنا هنا في مصر. الله ينور. ليه السبب؟ بعد ما وهكمل بقى الترحيب بايضا الاستاذ رضا الجمال منورنا يا دي النور، وقال لي يا سناتور اول ما شافني فرفع معنوياتي في السماء. ازاي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله. ازاي الحال؟ ربنا يخليك. كله تمام؟ انا سعيد بيك جدا، وسعيد باستوديو 10 اللي كان ليا النصيب ان اكون ضمن فاتحيه عندما مثلنا في 76 مارد الجبل. انا قاعد، انا حاسس ان انا ايه، عجزت. ليه؟ لا ليه؟ لا لا ليه؟ 76 وانا بقى انت ده، انتوا انا كان عندنا 10 سنين اياميها. انا لسه صغير، انا 72 سنه لسه حبيبي. انا عارف طبعا ان حضراتكم كرمتم وحاجه عظمه، وده شيء رائع بالمناسبه من الدوله انها يعني ايه تكرم حضراتكم. بس انا كان مهم عندي طول عمري ان انا اقعد مع حضراتكم وما يزيد، عشان اقعد افكر مع حضراتكم بصوت عالي. حتى لما كان استاذ فكري قال لي يوسف هنتكلم في ايه، قلت له دردشه يا استاذنا. احنا هنقعد مع بعض، حضراتكم زملاء واصدقاء لبعضكم البعض، بالنسبه لي زي ابويا، فانا ابقى مبسوط. وانا قلت يعني انا واحد من الجيل اللي وعي ووجدان وذائقته الفنيه اتشكلت على ايدين حضراتكم. مساله ان الفنان يبقى فاهم، واعي، مثقف، مش بس موهوب. طبعا. اهميتها ايه في مساره، في ادائه، في قدرته على تجسيد الشخصيه؟ في حاجه اهم من الحاجات الجميله اللي انت قلتها دي، ان الفنان قدوه. صح. يعني لما حد بيخبطني في عربيتي وانا ماشي، ما بنزلش اتخانق معاه، اقول له حصل خير. الناس تندهش، يعني خبطه جامده في العربيه النهارده، الخبطه دي بتكلف كتير قوي، خاصه لما كل عربيه جاي انت جايبها من عرق جبينك. ايوه. مش وريثها، لا، تعبان في حقها. صح. فازاي الانسان يبقى قدوه؟ ازاي الانسان يبقى لابس كويس؟ وازاي الانسان يحضر مناسبات عزاء او مناسبات افراح ويبقى متمسك باخلاقيات الفنان؟ الفنان خلق وفن. خلق اولا، واللي قال استاذنا رحمه الله عليه الكبير بتاعنا الملك فريد شوقي لما قال لك، الله يرحمه احسن اليه، وقال لك كلنا بنمثل زي بعض، كلنا بنفن، انما يفرق صلاح قبيل عن صلاح السعداني، عن يوسف شعبان، عن ابراهيم خان، عن عمر الحريري، عن نبيله السيد، الناس الله يرحم الجميع كانوا حاضرين، كنا عنده في البيت من غير مناسبه، نروح نتعشى ونقعد ناكل ونشرب ونعمل كل حاجه عند الملك. قال لك انما هي المساله بتفرق اخلاق ده عن اخلاق ده. الاخلاق بتيجي من ايه؟ من الالتزام، وانك تمتص اللي قدامك، لما حد يضايقك تسامحه. الفنان قدوه، لازم يبقى قدوه. ايه اللي يخلي الفنان يعيش يا استاذ ناجي؟
لا كنت عندك تعليق. لا استكمالا اللي قاله فكري انه اما حتى بيقابلك الناس في الشارع وكده فيقول لك على فكره انت من الممثلين المحترمين قوي، انت فنان محترم، انت من زمن من زمن الفن الجميل. انت ليك بصمه فنيه، انت ليك ادوار مميزه. انا مش بتكلم عن نفسي بس، بتكلم عن المجموعه اللي معاه. فدي حاجه حلوه جدا ان انت لما حد يقابلك جمله انت فنان محترم دي كبيره قوي. طبعا طبعا. ومساله يا ناجي، مساله الموبايلات اللي انتشرت مع كل الناس وكل الناس عايزه تتصور معاك، ده فضل ربنا سبحانه وتعالى ان ده حب. لما يجي واحد يقول لك اتصور معاك لازم انا لازم احط ايدي عليه، لازم احسسه ان انا فرحان بيه زي ما هو فرحان بيا. ده حب ربنا سبحانه وتعالى انعم بيه على الفنانين. حضراتكم جزء من هذا الوجدان، وجدان بتاع اجيال الليدر 2 و3 و4 و5 و10. يعني بعمركم الفني لو حسبنا ان الجيل 10 سنين، فكل 10 سنين كونتوا بقى كام جيل لحد دلوقتي. طب استاذ رضا، هنا هاخد من كلام استاذ قيس مساله الفجوه. هل فعلا في فجوه من وجهه نظرك ولا لا، او سببها ايه؟ سببها اولا انا من ذكرياتي في بوجو طمطم كان محمود رحمه الله يرحمه، الله يرحمه يا رب، ومعاه يونس شلبي وهاله ومجموعه جميله، يعني كان يحرج علينا عدم لفظ فيه اباحه او قله ادب. عايز تضحك بالذوق وتعامل مع الطفل، انهض بالطفل، نرتقي باللغه زي ما الاستاذ فكري قال، ان يبقى في سمو للفنان والنهوض بالبلد بالاجيال بلغه موحده في مصر والامه العربيه كلها. لابد ان نحترم ذاتنا، مصر هي مصر، ادخلوها امنين، لازم نحافظ عليها. عايز اقول حاجه، انا ما كملتش يا ناجي، بس انا كلامي وصل. بندردش. قول يا ناجي، اتفضل. قول. لا 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 لا، قول. ده انا اشتغلنا مع بعض كتير. هي اشبه انا بس عايز اقول ايه، في الليفنج روم زي ما هو. مش فجوه بمعنى كلمه فجوه. هو انه جيل مخرجين، استاذ محمد فاضل، استاذ محمد عبد العزيز، استاذ عمر عبد العزيز، استاذ سمير سيف الله يرحمه، الله يرحمه، نور الدمرداش، استاذ نادر جلال، نعم، الاستاذ نادر جلال، حسام مصطفى، نعم، محمد علي. ده جيل. دلوقتي في جيل مخرجين شباب محترمين حلوين جدا، حاجه محترمه جدا، مثقف جدا، واعي جدا. بس هو المسألة إيه؟ إنه ممكن جدا يبقى مثلا هو خرج من المسلسل اللي فات مع 2 3 4 5، مش بالضرورة هيشغلهم هم لكن متشافين كويس. فإحنا من الجيل اللي هو مطلوب مازال. صحيح. يعني أنا بقول مازال. صحيح. هو شوف بقول لك إيه، أنا مخلص فيلم وكذا وبتاع. فإحنا متواجدين، لكن وموجودين يعني عايز اقول ايه، مطلوبين. فكري صادق مطلوب، رضا الجمال مطلوب، قيس عبد الفتاح مطلوب كويس، ناجي سعد مطلوب. انا بشكر ربنا الحمد لله، انا مخلص فيلم 2 للايجار مع وهينزل برضو على اجازة السنة، بيومي فؤاد ومحمد ثروت وعارف عبد الرسول وسلوى محمد علي و إناس مكي ومريهام حسين، وفيلم جامد قوي، كوميديا جامده جدا جدا. بخلص فيلم مستر جاك مع محمد ثروت وليلى عز العرب وحجاج عبد العظيم وسميم غوري ومي سليم كويس. انتهيت من تصوير حلقه عجبتني جدا جدا، لم اتردد، ضيف شرف مع اللعبه معتز التوني، وصورتها مع شيكو، واخد بالك. واللي جاي احلى. عايزين نقول يا ناجي حاجه، نقول حاجه، الجيل الحالي محظوظ بايه؟ أيوة. التكنولوجيا اديتهم فرصه. صح. عظيمه. صح. جدا ان هو يدوس على زرار يجيب اللي هو عايزه. استاذنا رحمه الله عليه العبقري استاذ فهمي عبد الحميد كان يقعد هنا من اول رجب ما يروحش بيته، وهو ساكن في القناطر. ما يروحش بيته الا بعد الا تاني يوم العيد،
عشان يقعد يعمل شاكيرا وحكيمه وكده كان يقعد على المونيتور وعلى كانوا فهيمه وحليمه وكريمه كان يقعد يبذل مجهود فظيع عشان يلم الناس دي مع بعض. التكنولوجيا النهارده ساعدت كتير جدا جدا في فيلم النمر والانثى عشان نولع عربيه في الجبل ونزلنا وكاله البلح جبنا عربيه نفس الشكل ودهناها نفس اللون عشان تولع. النهارده بتدوس على زرار العربيه بتولع بالظبط بتتنطط. فالجيل الحديث من المخرجين والساده المبدعين حظهم عظيم جدا 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 ان التكنولوجيا ساعدتهم على ان هم يحققوا كل الابداع ومبدعين. اللي احنا شفنا شباب عاملين اعمال عظيمه جدا شفناها في رمضان اللي فات واللي قبل اللي فات واللي قبل واللي قبل. المخرجين الجداد دول حظهم عظيم بانهم غير الدراسه اللي هم درسوها في معهد السينما والمعاهد وكليات الاعلام الكثيره موجوده مع الخبره مع التكنولوجيا بقوا كويسين جدا بيقدمون اعمال جميله جدا وبتنجح بتلاقي اقبال شديد جدا من الجمهور. احنا انا بشوف بتفرج انا من النوع اللي بتفرج بشوف حاجات جميله جدا للشباب عاملين حاجات جميله جدا وشباب كويسين جدا جدا. يعني الجيل اللي فات كان ليه ابداعاته وكان ليه امكانياته وكان ليه وجهه نظره. برضو الجيل الجديد ده اللي احنا عايشين فيه سواء ممثلين او مخرجين او مؤلفين او موسيقيين او اي فرق مبدعين. بس انا عايز اسال اكتر عمل كل واحد من حضراتكم يرى انه كان نقطه فاصله في حياته. انا اقول لحضرتك على حاجه ما انساهاش ابدا. انا بعد خروجي من الجيش من التجنيد بعد 7 سنين من التخرج جالي مخرج صديق كان زميل لينا في المعهد اسمه محمد البشير بيعمل سهره اسمها الخندق. الخندق باللغه العربيه. فاداني السكريبت وقال لي خد بالك يا فكري. قلت له نعم. قال لي الدور ده اعتذر عنه الاستاذ محمود المليجي. انا ترعبت ورحت البيت قعدت اذاكر يعني كدت ان انا احفظ الديالوج والحوار كاسمي اسجل واسمع لغايه في مره بتفرج في التلفزيون على سيده القصر فشفت ستيفان روستي انا بعمل دور ايه؟ عبد الله ابن سلول زعيم المنافقين زعيم المنافقين دور يعني دور طبعا وانا واقف حته عيل في وسط اساتذته الكبار الله يرحم الجميع الاستاذ انور اسماعيل الاستاذ محمد الضفراوي الاستاذ ابراهيم الشامي ابراهيم الشامي ابراهيم الشامي رحمه الله عليه مجموعه رهيبه جدا جدا وعبد العليم خطاب مجموعه انا بالنسبه لهم بيبي عيل قد كده انما خدت السكه دي بتاعه ستيفان روستي اللي هو يقول بالراحة ما تكذبش لا تدخل بالراحة بالراحة لدرجة الله يرحمه يحسن ليه أستاذنا صاحب فضل عليه أستاذ محمد الضفراوي قال لي ده أنت طلعت وجن قال لي خدت السكة قال لي احنا قلنا بالنا هم ما هم شغالين كراوات صالة محمد اللي هو الشر المعسول واللي وصلني ليه ده انا لما اتفرجت على ستيفان روستي الفيلم ده اتفرج عليه مرة الخمسة أو السادسة رحت قايم عامل كده يا الله هو ده هو ده رحت ماسك السكريبت تاني يا سهر كانت سهره ساعتين رجعت تاني غير الاداء اللي انا كنت مقديه في البروفات انا احب اعمل بروفات كتير في البيت انا اذاكر لان استاذي وصديق عمري شكرا سبحانه قال جمله جميله قوي من جد وجد ومن اجتهد ابدع من جد وجد ومن اجتهد ابدع فانا وصلت استاذ محمد الضفراوي قال لي يا ابن الجنيه جبت السكه دي منين؟ قلت له والله ده بتفرج على كذا كذا اذا فهو الخندق الخندق اول استاذ ناجي لا هو انا بالنسبه لي يعني انا يعني ايه قديم زيهم برضو يعني انا اشتغلت مع الاستاذ الله يرحمه النجم الكبير عبد المنعم مدبولي يا استاذنا بابا عبده مدبوليزم طبعا لا يا ابنتي العزيزه ده كان مسلسل وكان فيه نخبه ممتازه جدا وبعدين مسرح يعني انا كان بدايتي مسرح مع خالص تحياتي مولود في الوقت الضايع اشتغلت مع عائلة راتب انعام محمد علي اشتغلت المسلسل بتاع ضمير أبلة حكمت طبعا السيدة فاتن حمام لا يعني لكن هو عشان كده بقول ايه انه جيل بيسلم جيل بيسلم دي سنة الحياة لكن بنشكر ربنا الحمد لله نعموا علينا كتير صحيح الدور اللي بالنسبة لي أنا يعني عايز أقول إيه فرق مع الناس الفيلم الإرهاب والكباب مع إن في حاجات كتيرة جدا عاملها
اللي هو اللقطة بتاعت رمية الولد يعني في العين يرميه اللي هو كمال الشناوي بتاعه بقى أنا إيه زي كأن يعني ورقة كلينيكس يعني شريف عرفة ليدر فده عمل لي طبعاً شغل مع الفنان محمد صبحي المسرح اشتغلت مع الزعيم عادل إمام مسرح روايات بتقعد بالمواسم بالخمس ست سبع سنين مبتسم مبتسم وعاوز يقول لنا حاجة أنا قول. عايز أقول ببساطة طبعا سعيد بكلام اللي قاله الأستاذ فكري الأستاذ ناجي سؤال حضرتك جميل في حاجة إيه البصمة أنا أول ما جابني الأستاذ عاطف سالم بطل قدام الست سناء جميل والأستاذ محمود مرسي ورجاء الجداوي في الفيلم وجايبني فأول ما اشتغلت كانوا فاكرين ممثل إيطالي جايبه كنا بنصور في مطار القاهرة وبعدين لقائي مع عبد الحليم حافظ أبي فوق الشجرة بعد لقائي مع سعاد حسني خلي بالك من زوز وبعدين في أفلام وأعمال كتيرة والتلفزيون وكده وبعدين على باب الوزير شغلانة وبعدين 25 سنة مع الأستاذ سيد بدير فيما يعجبنيش عمل لي فيلم وعمل لي مسرحية ما زالت لغاية النهاردة عائلة سعيدة جدا طبعا. الناس حاجة فالبصمات دي في حياتي أبي فوق الشجرة خلي بالك من زوزو على باب الوزير مسرحية عائلة سعيدة جدا حقيقة عملت حاجات كتير ده في فيلم مع علي الحجار جميل اللي هو لن أنسى أبدا فيلم حلو أستاذ رضا صح أما كنا بنقول في البداية على مسألة العمل اللي كان نقطة فارقة فكل الأساتذة قالوا هو مش عمل واحد في أكتر من عمل كان نقاط فارقة في حياتنا بالنسبة لحضرتك كان عملا ولا أكثر من عمل أنا كان أول ما اتخرجت كان لي الحظ إن أكون بطلا أمام كارم محمود الله يرحمه بنعمل الرواية اللي بيعملها يحيى الفخراني على طول دي أوبريت ليلة من ألف ليلة لبيرم التونسي وكانت إخراج الله يرحمه حسن عبد السلام يا سلام الله يرحمه خلصت الرواية دي جيت كان هذا الوقت المساعد كان الأستاذ مجد مجاهد جوز بنت سيد بدير ربنا يديله العمر آمين أخرج لنا أوبريت العشرة الطيبة أيوة بالنسبة للمسرح العشرة الطيبة أنا كنت الحاكم التركي حاجي بابا حمص أخضر كان معايا أنا وسيد الملاح وليلى جمال الله يرحمها الله يرحم. ونبيل بدر الله يرحمه وأحمد حمدي مطرب إسكندراني جميل جميل الله يرحمه ده الدور اللي عمله زمان حسين رياض الله يرحمه ده اللي اتقال لي من حسن الإمام الله يرحمه حضر لي ليلة وهو إنف جدا وأنا ما التقيتش بحسن الإمام رغم إن مراته جمال أنا غير فارض نفسي على عيلة الجمال الجمالين كلهم قرايبي الجمالين بتوع دمياط رفعت الجمال اللي سموه الهجان ابن عمي ايوه احنا الجمالين بس أوكي. يعني كان زمان لما يقولوا بيوت عيله ومش عيله أيوه. كان حاجه كده زمان بيقولوها فجيت عملت العشرة الطيبه حسن الامام قال مش همشي قبل ما اشوف حاج بابا حمص اخر جاء جريت قالوا لي بسرعه ده واقف هو ومراته وحاجات كده ووعدني بفيلم ثم رحل الله يرحمه جيت كان هذا الأوبريت من مزاياه اللي استغرب له أي حد هيجي بكرة يعمل أوبريت زي ده كان التوزيع الموسيقي في سيد درويش كان مستر عزيز شوان يعني أنا غنيت على الأوركسترا السيمفوني أنا عضو نقابة الموسيقيين عضو عامل أعمالي كلها غنائية 99% من أعمالي غنائية منهم أوبريت وكان اعتز بنيلي وحسن كامل الله يرحمه وحسن الأسمر ومجموعة وسعاد حسين خرج الشرقاوي خرج جلال الشرقاوي خرج جلال الشرقاوي جلال الشرقاوي عمل جامد أنا كنت رغم صغر سني عن البعض أنا كنت أبو نيلي وكنت جوز الست سعاد حسين رحمة الله عليها أوبريت رائع وكان من تأليف صلاح جاهين بنتكلم على اللي حصل سنة 11 واحنا عاملينها في 88
بنتكلم على اللي حصل في سنة 11، دي نقطة. بنتكلم، جاني مسلسل لأنور عبد المغيث، مؤلف رائع، اسمه أيام المنيرة. عملت المسلسل ده، وكنا في الوقت ده كان فيه متفجرات، وجع قلب وسفلة، ووادي يحزم نفسه ويضرب نفسه عشان يخش الجنة. أنا كنت أمير التبليغ والدعوة في هذا المسلسل، الذي بيلم فلوس عشان يبني المساجد، لا يعمل دور أيتام، لا دور البتوع دول الحسنة بعشرة والبتاع، ويلهفهم كلهم، ويبعت عيل يقول له روح فجر نفسك هتروح على الجنة على طول. الواد يا عيني يصدق ويروح، عيال هبلة بيستهبلوهم. حلوة. معلش أنا عايز أقول حاجة بس. جاء بقى ننقل تلفزيون، ننقل تلفزيون من المسلسلات اللي أنا بعتني بيها جدا، والإطار اللي كنا ماشيين بيه. عملنا مسلسل وكان ليا الحظ مع يحيى شاهين وعبد الله غيث، وكانت ليلى علوي جديده، وممدوح عبد العليم الله يرحمه جديد، وصلاح السعداني واشرف غفور. كان اسمه الاب العادل، ما بيزعش ابدا على فكره. دي سيكولوجيه الاسره ومعامله الاب بابنائه. استاذ رضا فكرني بالراجل العظيم صلاح شاهين، هو بيتكلم طبعا. ففكرني بواقع عايز اقولها لك يا رضا، معلش انا بتقطع، انا مش بقطع عليك، انت بتفكرني، ده انت بنعمل زوزو. لا معلش، زوزو عارف ايه بقى؟ لا دي واقع لا انساها، واحنا بنعمل الشجره واحنا بنعمل زوزو. استنى يا رضا، كان المفروض استاذ جامعي. فبقول لعم صلاح ايه، ما تعمل الدور. تعرف هذا العبقري رد قال لي ايه؟ قال لي اصل ما عنديش بدله. شوف ذكائه، فجابوا ايه ممثل يعمل، هو كان استاذنا في الجامعه وكده. بس شوف العبقريه بتاع هذا الرجل. هذا الفيلم يا استاذ رضا بقى اللي هو زوزو، خرج ثلاث نجوم بعد كده، عارف مين؟ ثلاثه، كل واحد منهم عمل ايه؟ حسين فهمي، ولا حسين فهمي نجم وحيد عز، وحيد سيف طبعا، كان دوره ايه في الفيلم؟ مشهد مع نبيله السيد هطلعك في البوتاجاز. واحد تاني الاستاذ صلاح السعداني مثل معايا في الفيلم ده، هتقولي هو كان فيه؟ مثل فيه، لكن جه في يوم في مشهد الاستاذ حسن امام بيسال هو فين صلاح؟ قالوا له ده في اسكندريه، ولد ماشي كده، قال له تعالى، قال له بمثل في الجامعه. تركله كبيره. عرفت له ايه؟ قال له ايه؟ محمد متولي عمل الدور وبقى نجم. التالت مين بقى يا استاذ يوسف؟ واحد ما اتكلمش خالص. لما الحاجه تحيه كاريوكا بتتخيل ان هم بيعتادوا على زوزو، يا حلاوه مظهر ابو النجم، وما كلمش. الثلاثه بقوا النجوم بعد كده. هنا بقى برد على السؤال حضرتك اللي سالته من شويه، ان الممثل لو بيعمل كده يخدم الدور، صح، هيبقى نجم. ممكن تبقى لقطه واحده او مشهد واحد بس، ده اللي انا بقوله، يقلب كيان الفيلم كله او المسلسل. مفيش دور صغير، مفيش دور صغير يوسف، ولا دور كبير. أيوة. في ممثل صغير. أيوة. بس احنا لازم نعترف يا جماعه بالواقع. الواقع. أيوة. المتلقي اختلف. تعالوا نعترف انه المتلقي النهارده اللي عنده 25 سنه 30 سنه 35 سنه، كل الحاجات الحلوه اللي اتحكت دي، ده تاريخ حلو قوي 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 قوي. لكن زي ما فكري بيقول، ان الناس المتلقي دلوقتي ما عندوش الخلفية دي، أو يمكن ما شافش. الذوق اختلف بالظبط، لأنه ثقافة المجتمع وثقافة الأجيال اختلفت برضه من سنة 11، وبالتالي وارد. بس أنا برضه والله يا أستاذ رضا، يمكن عم عمي بيقول يلا بينا هنختم، بس أنا أشوفها إنه أولا أنا مش مؤمن بنظرية الإحلال الجيلي، ما فيش حاجة اسمها جيل بيحل محل جيل، لكن هي تغيير بالظبط. يعني في النهاية المدرسة بتاعت حضراتكم قطعا تختلف عن المدرسة مثلا بتاعت نجيب الريحاني وجيله، أكيد، وجيل رشدي أباظة وشكري سرحان يختلف عن الجيل اللي قبله. هي اختلافات الناس دي تتميز بالخلق. أنا طبعًا عشرتها طبعًا، أنا عشرت الأستاذ يحيى حسين والأستاذ شكري سرحان رحمة الله على الجميع، والأستاذ محمود المليج والأستاذ عماد حمدي، صورت معاه أكتر من خمس مسلسلات في دبي، راجل جميل فعلًا. الناس دي تتميز بالخلق، ناس دي قدوة زي ما قلت في أول اللقاء،
الفنان قدوة، الناس دي كانت قدوة في الأخلاق وفي الأدب، يسهر طول الليل لغاية 9-4 الصبح، إنما 9 الصبح واقفين مستنين الأوتوبيس الحوادين اللي بلتوه سواء في أي دولة خليجية أو في اليونان أو في ألمانيا أو الدول اللي احنا نروح صورنا فيها. الخلق اختلف الأجيال، يعني الخلق. أنا عمري ما قابلت الأستاذ شكري سرحان في حياتي إلا أنه شفته كتير في الصيف، هو كان شقتهم في المعمورة. أيوة. قدام الشقة اللي احنا بنصيف بيها في المعمورة، وانا كنت عايل قد كده اهو، فطبعا شفت الأستاذ شكري سرحان اللي بشوفه في التلفزيون يا نهار أبيض، انا بقى مش مصدق نفسي، عيل صغير وشايفه قدامنا في الشباك. فجت أمي ربنا يديها صحة قالت لي عيب كده، وراحت أنا أسفة وراحت بتقفل الشيش عشان تديله حريته. الله الله، فتشوف الالوميتال الاستاذ شكري سرحان، شوف بقى الاخلاق بقى، شوف الاخلاق عمل ايه بقى، مش الالوميتال الشيش، لا الشيش بتاع زمان الحلو ده كان يدخل هوا كده، مش عارف الالوميتال ده وجع دماغي. الاستاذ شكري سرحان بالظبط كده، لا يا بنتي خدوا راحتكم انتوا بالظبط كده، انتوا جايين تصيفوا وهو اللي قفل. يعني حقيقي كانت حاجه عظيمه، الا انه بما انهم عاملين يقولوا يلا يا يوسف يلا يا يوسف، رحمه الله على الجميع، الدنيا دي ونتمنى ان شاء الله لمصر ولكل الاجيال طبعًا. وكل الدول العربيه، وتحيه خاصه بوكي ورد جميل رقيق لاخواتنا المسيحيين بمناسبه عيد الميلاد. طبعا تحيه جميله طبعًا. لكل اخواتنا المسيحيين، كلنا معيدين، كلنا نسيج واحد، كلنا نسيج واحد. بتمنى بتمنى لك حاجات لما قلت لي النقطه اللي عملت. فأنا هأفكرك بحاجة، قول لي يا فندم. أنا بعتز جدا بمحمد رسول الله كما طبعا سيدنا حمزة، أنا حمزة بن عبد سيدنا طبعا. حمزة الكعبة المشرفة، أنا بفضل الله عبد الله بن الزبير. أيوه. دي أدوار ما بتروحش من ذهني أبدا أبدا، بالسهل. وأرجو أن المسلسلات التاريخية الإسلامية تدينا يعني، وبمناسبة عبد الله بن الزبير لا نريد للفارس الأستاذ رضا أن يترجل، خليك على الفرس زي ما عشان دي كانت المقولة الشهيرة بتاعة السيدة أسماء بس رضي الله عنها. هعمل قريب قوي مسرحية عن النقيض بتاع عبد الله اللي قتل الحجاج بن يوسف الثقفي. هتعمل الحجاج؟ هعمل حجاج بن يوسف. ده كده بقى لينا سهرة تانية لازم نقعد فيها. ايوه. انا عايز اشكر حضراتكم واعبر لكم عن امتناني ان حضراتكم نورتونا. انا بس اسمعك. اتفضل يا استاذ ناجي. بتمنى كل حاجة حلوة تحصل السنة اللي جاية ان شاء الله. ان شاء الله. واذا كان من حقي اقول ببعت بوكي ورد لاختي الفنانة المحترمة المذيعة الجميلة إسعاد يونس، يا رب يديها الصحة وربنا يقومها بألف سلامة ويجعل السنة اللي جاية كلها خير علينا كلنا. نشكرك يا ناجي والله، نشكرك لأنه هي إنسانة، ربنا يشفي كل مريض يا رب. يعني احنا بنشكرك إنك جمعتنا. ده انا حظي حلو. الخلاصه بقى، الخلاصه بقى الفينالة طول من الفينالة بقى. نشكرك جدا يا استاذ والله انك جمعتنا مع ناس اصدقاء وحبايب، والمكان ده ليه ذكريات عظيمه جدا في حياتنا، والحمد لله ان جينا المكان ده واحنا عايشين. ربنا ادانا العمر والصحه ان احنا نشوف بلدنا بالحلاوه دي، ونشوف بلدنا بالتقدم ده. انا لما بمشي في طريق القاهره الاسماعيليه او طريق القاهره السويس او طريق القاهره بورسعيد او طريق مصر المنيا، بشوف حاجات الصحراء بقت جنه، في مدن جديده وناس جميله، وان شاء الله باذن الله ربنا قادر على كل شيء. اللي جاي احلى، ومصر في اللي جاي احلى واحلى واحلى، وربنا حبيبنا في بعض. يا رب يا رب يا رب. انا اشكركم وممنون وممتن وسعيد وفخور انكم نورتونا وقبلتوا دعوتنا، ومش عارف اقول لكم ايه والله. كل سنه وحضراتكم طيبين، ربنا يديكم الصحه، ونشوفكم دايما في البرامج وفي الاعمال الفنيه وفي حياتنا دوما. على امل مجرد وجودي معك ومع اخرين طبعا ان الامور لازم تنصلح ان شاء الله، وانتوا اللي هتبقوا سبب في الله سبحانه وتعالى. ربنا يحفظ مصر ويحفظ بلدنا. يا رب جدا استاذ فكري، استاذ ناجي، استاذ قيس، استاذ رضا، نورتوا وشرفتوا واسعدتوا وفي القلب والروح وفوق الراس. تحياتي لكل الناس اللي في الاستوديو جميعا، كل سنه وانتم طيبين، واحنا بنشرف ونشكر ربنا ان احنا معاكم. الحمد لله، كل الشكر ليكم. حضراتكم بقى سهرانين معايا حبتين، استنونا.